وناس كتار بيدعوا الإصلاح وهم ليسوا بأهل للإصلاح. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وشعار الأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. تبدأ بالعقيدة بالتوحيد، الله واحد، دي الناس لو استقاموا عليها أبشرك تاني المشاكل كلها بتنتهي. مش بيقول لك الصلاة زمان تقال كفار قريش ما بصلوا، بيصلوا لكن صلاة جوطة ساي. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني بصلوا وين بصلوا؟ ما بصلوا في السودان ولا في مصر وفي الآية دي ولا في هناي. الآية دي خاطبت ناس يعني، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الناس دي بيصلوا جنب الكعبة في الكعبة هناك، صلاتهم كيف؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء وتصدية، صفير وصفيق، دي صلاتهم، يصفروا ويصفقوا، دي الصلاة. معناها كان بيصلوا لكن دي ما الصلاة الله بيرضاه سبحانه وتعالى. شاكدي قبل الصلاة الله أمر بالتوحيد، قال تعالى: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا أول شيء فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أول شيء توحيد، لو ما قلعت الحجاب من عضلك الصلاة ما فيها فائدة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من علق تميمة فقد أشرك. ده شرك بالله في موسى الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة. بالراحة يا جماعة ولا دار زعل، الرسول عليه الصلاة والسلام لو نحن بنحبه ودارين دربه ودارين الهداية وإن تطيعوه تهتدوا، هذا وراك قال لك حجاب ما تعلقه. وابن مسعود قال: ولا من القرآن مبجوز، لأنه تميمة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ولأنه في سنن أبي داود من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى شركية، وما الرقية بتاعت القرآن دي ما فيها أجر، دي كويسة جدا وفيها شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والتمائم يا الحجبات دي، ما يقول لك حجاب بتاع قرآن، ما في حجاب بتاع قرآن، حرام، صحابة قالوا حرام ودي الأحاديث، والرسول عليه الصلاة والسلام قال حرام، شرك بالله تعالى. عبد الله بن مسعود قال: حرام من القرآن تعلق حجاب تميم. عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، كويس عرفت كلامي، عقبة بن عامر رضي الله عنه، ده الصحابة قال له كده، وغيرهم ومن التابعين إبراهيم النخعي قال: حرام شرك بالله تعلق تميمة وكذا إلى آخره، وقال لك حرام ولو من القرآن. الأسود رحمه الله تعالى، علقمة رحمه الله تعالى، كلهم قال لك ما بيجوز تعلق حجبات، فعلقوا في اليد وتلقاهم واحدين في الرقبة، والطفل يعلقوا لك أمون الله حافظه في بطن أمه تسع شهور أمه تشتهي الشطة، تقول لك ولك الجماعة متوحمة في شطة، تأكل تلقى لقمة قدر الفنجان بتاع شطة خضراء رب جوا في البطن، دي ما لما وقعت في عيون الطفل جوا في بطن أمه، هذا الشطة دي مشت وين؟ الله حفظ الطفل جوا، ساوي له كيس يا أخي، ساوي له حبل اسمه الحبل السري، بيقولوها الحبل السري ده ما هو أكل بيجوا، الله حافظه جوا، أمه بتكون نائمة هو بكون صاحي، صحية نص الليل الداش اللوت جوا في بطنه، ده مسخن من جوا دار مرق يخش السودان ده، قال لك جوا هذول برا شغلة دي برا صعبة شديد وكاتمة وجايطة، خليك جوا مرتاح، لو بقول لك جيب اللبن، لو بقول لك السكر، لو بقول لك أجيب صف بتاع عيش ولا صف بنزين، قول زاي وارتاح زاي مارق مالك أنت، ده الله حافظه جوا بطن أمه يا ناس. أمرقته برا يعلقوا الحجاب، يقولوا بيحفظوا، والحفظ جوا منه ما في حجبات.
قال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.